الرحيم اليوم 28/12/2020 بمحاضرة التعلم لمادة CS111 وهي البرمجة بلغة البايثون لطلاب كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة يرموك. احنا اليوم ببداية الشابتر السادس وهو الشابتر الأخير بهذه المادة. يخرج منها الطالب في كلية تكنولوجيا المعلومات مبرمجا ذكيا. بقي عندنا الداتا ستراكشرز. الداتا ستراكشرز تتمثل في الليست والتابلز والسترينج، يعني كيف احنا بنخزن معلوماتنا لما ننفذ البرنامج بالكمبيوتر. في معلومات، المعلومات هاي بدنا نعالجها ونجري عليها خوارزميات، بدنا نخزنها بمتغيرات كبيره مثل الليست والتابلز والسترينج. فمثلا بدنا ديكشنري بنخزنه في سترينج. فاذا واحدة من أهم علوم الكمبيوتر ساينس واللي بنبثق منها السي اي اس والام اي اس والبي اي تي، علوم الداتا ساينس كلها من علوم الكمبيوتر اللي هي الداتا ستراكشر. راح تاخذوا مادة منفصلة عن الداتا ستراكشرز، لكن اليوم كيف بدنا احنا نبني داتا ببرنامجنا مرتبة، نقوم بترتيبها بالبحث جواتها بشكل منظم وهي مناسبة لحل مشاكل معينة في الحياة العملية. في عندنا built-in data structures user-defined data structures مثلاً كتقسيمات. مثلاً built-in data structures بتكون هي commonly provided، راح نفرق بيناتهم، والuser-defined data structures مادة object-oriented programming اللي بتطلع منها أنت developer بعد ما تكون programmer بهاي المادة، هي واحد OOP، واحدة من المساقات المتقدمة اللي بتكون طالب الاي تي بحيث انه بيصير مطور برامج، بيبني كلاسات والكلاسات لتاسكات معينة بتكون، وبتم منادة الكلاس كأوبجكت لوحده والعمل عليه. البيلت ان داتا ستراكشرز اللي هي اللي راح نشتغل عليها بهذا المساق. شو هم البيلت ان داتا ستراكشرز؟ الليستس، التابلز والسترينجز. والسترينجز اوريدي احنا ناقشناها بالشابتر الثالث. بهذا المساق مش رايحين نغطي الدكشنريز والسيتس وغيرهم، راح تغطوهم انتم في ماده الداتا ستراكشرز وهي ماده منفصله متطوره. الشابتر هذا نواه تلك الماده الدي اس، وبجزء معظمكم راح ياخذها كماده اجباريه اتوقع بالكليه. الجزء الاول من البيلت ان داتا ستراكشرز اللي هو الليست. الليست احنا عرفنا عنه بدايات، مر معنا لما كنا نقول انه اميوتابل، قابل للتعديل. الليست لما كنا نبعثها لفانكشن، لما نقول اكس تساوي 1 و2 و3 و4 ونبعثها لفانكشن ونغير على قيم الليست اللي بالفانكشن يتغير اللي عندنا، فهي عباره عن سيكونس من الارقام، السترينج سيكونس من الكاركترز بيكونوا مرتبين مع بعضهم. ضروري الفرق بين الليست وبين السترينج. فقبل ما انا امشي بهذا السلايد بدنا نوضع مثال احنا وياكم على الليست وعلى السترينج. فلو اجينا وضعنا مثال على الليست والسترينج على اساس نتذكرهم، احنا اخذناهم زمان. لو قلنا LST1 وتساوي بقوس المجموعه، قلنا العنصر 1 او 12، الاسم سامي والعلامة مثلا 85 و6 بالعشرة والنتيجة ترو انه ناجح، ترو او فورس. الان اذا بتلاحظ هذا عبارة عن داتا متكاملة فيها رقم الجامعي للطالب، اللي نفرض انه 2020-901 ثمانية مش عارف ايش، فهذا رقم جامعي، اسمه علامته وترو ناجح. الان السترينج، لا السترينج ممكن نحكي str1 وتساوي جملة واحدة متذكرينها اخذناها، سامي باس والمارك تبعته، والمارك تساوي 85.6 بالعشرة. هي عبارة عن string، هي عبارة عن لستة فيها عنصر أول وثاني وثالث ورابع. لاحظوا إنها عبارة عن data structures للمعلومات اللي موجودة، بس راح نشوف إحنا الهدف منها لقدام شوي. طيب نشوف شو أول برنامج راح يستخدم لنا إياه.
راح يستخدم لنا البرنامج التالي. هو بيحكي بقول العناصر بنوضعه بين two brackets square brackets، وعملنا هذا الاشي قبل شوي. فأنا نطبق مثال بيحكي لو كانت الليستة واحد واثنين وإيه وثلاثة ومش عارف إيش، هي أرقام وبنات حرف. هاي لستة من نوع ثاني week days list، Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday، طبعا Saturday وSunday مش محطوطات لأنهم هذول weekend عندهم بأمريكا. الويكند السبت والأحد ما في دوام، فهذولا الورك دي أيام العمل، يوم الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة. ليست اوف ليست يعني ليست جواتها ليست واحد واثنين وثلاث، هذول بالسطر الأول. السطر الثاني A و B و C، فهي ليست من two dimension يعني. الآن ليست اوف كوليكشن، إنك هذا رح نتعرف عليها لقدام شوي، اعمل لسترينج هلو ليست، فبصير الاتش لوحدها العنصر الاول والاي لوحدها العنصر الثاني، وراح تشوف هذا التاثير. وهكذا بطبعهم هون تحت نفسهم اللي فوق. اول برنامج هو نفس البرنامج اللي مر معنا قبل شوي، بس هون بدنا نجربه وناخذ منكم اول استفسارات. فاذا موضوعنا اليوم هو الليست. الليست اخذناها قديما لكن بدنا ناخذ فيها بعض الايشوز بعض الامور. ليست دوت بايثون، وهاي الكود اللي موجود هون، وبدنا نخزن هذا الملف على الديسكتوب مباشرة. نروح على الديسكتوب نأخذ ليست بايثون. طيب ليست واحد اثنين، واحد عنصر اثنين عنصر اي عنصر وثلاثة أربعة عشر، لو طبعناهم بنطبعوا الآن هيرن انطبعوا as it is، احنا بنعرف كيف بنطبعوا. طيب هون شو بقول لك؟ بيقول لك اعمل لي هذا امر، هذا بيلت ان فانكشن، هذا بيلت ان فانكشن ليست، اتذكروه ليست ل اتش اي ال او، هذا سترينج هلو هلو، بيجي بيقسمهم الى عناصر جوات الليسته، كل حرف العنصر الاول العنصر الثاني الثالث الرابع الخامس. فهي ران لاحظ هلو اتش اي ال ال او، وهذا مهم جدا راح نستخدمه لقدام. طبعا هنا برنت ولا شيء، راح يطبع لنا ليسته فارغه. غايتون هاي هي مقدمة الليستة، ومقدمة طيب بيحكي إنه أي عنصر بالليستة بتقدر تغيره، هاي الفكرة الأولى. والسترينج بتقدرش تغير أي عنصر جواته، فمضطر إنك السترينج تحوله لليستة وتغير زي ما غيرنا الـ L S، وبعدين إذا في جوين رح نأخذه بنهاية الشابتر. الليستة كمان مرة برد ركز عليها، بقول هي عبارة عن two square bracket، السترينج بتم وضعها بين single quotation أو double quotation. الاندكسنج رد رجع من ذكرين الاندكسنج، ظهرت معنا هناك لما خاطبنا العنصر الثاني وغيرنا الـ L إلى S. هون الآن بيحكي بقول في عندي لستة بها أربع عناصر، العنصر رقم 0 اللي هو واحد، العنصر رقم A 1 2 3، ففيها أربع عناصر. هاي الاندكس لهم 0 1 2 3، هذا اسمه index forward إلى الأمام. في index backward، الباكورد ما ببلش من ناقص صفر، ببلش من ناقص واحد. انتبهوا. فأنا لما أقول له بدي العنصر ناقص واحد راح يجيب لي هذا العنصر، العنصر ناقص اثنين هذا. وهكذا طبعاً إذا كانت الليستة فيها مئات أو آلاف العناصر بدي آخر عنصرين بقول له ناقص واحد وناقص اثنين. لاحظوا هون، جيب لي العنصر رقم واحد راح يجيب الاي، لأنه ما جابش الواحد راح يجيب هذا زيرو لو قلت له زيرو. جيب لي العنصر من إلى ثلاث فراح يجيب لي 0 و 1 و 2 و 3 not included، من أول شيء إلى ثلاث، من أول شيء إلى ثلاث، أول واحد اللي هو الواحد، بعدين الـ A، بعدين الثلاث، الـ 2 ما جابهاش لأنها الثلاثة not included. دائما بالبايثون الرينج الأخير غير ما برجع not included، not included. الآن اطبع لي هاي كويسة، هاي ممتازة، اطبع لي العنصر رقم واحد من الليستة هاي، هذا اندكس صح؟ هذا اندكس، اطبع لي العنصر رقم واحد، 0 و 1 راح يطبع اثنين، فواضح ليش طبع اثنين؟ مش جمع واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، بيجي جيب لي العنصر اللي الاندكس له واحد، هذا العنصر اللي الاندكس له واحد، هذا هو العنصر اللي له الاندكس واحد، ها، فبيجي. هي عبارة عن لستة مش معرفة، عرفها في جملة برنت وبقول جيب لي العنصر رقم واحد. نفس الاشي عنصر اثنين ثلاثة، بس العنصر الثاني هو عبارة عن مجموعة
سب لستة داخل لستة. الآن بحكي له أنا جيب لي من اللستة هاي العنصر رقم واحد اللي هو هذا العنصر رقم واحد كله، بس جيب لي أول واحدة فيه. أيوة. الآن خلينا نأخذ هذا الأمر أول شيء ونعمل له print هون مباشرة print، ونيجي نشيل هذول كلهن. لازم نفهم شوي لأن السلايد مش واضح. الآن لو حكيت له run راح يحكي لي وين هي الليستة. خلينا نجيب نعرف الليستة صحيح، نعرف الليستة ونعمل كلير للكونسول مره ثانيه وهاي ران. فبيجيب لي العنصر هذا، جيب لي العنصر رقم 0 من الاليمنتس الاول. هذا الاليمنتس الاول كله جيب لي 0. طب قلت لو قلت له جيب لي رقم 1 1 1 بيجيب لي رقم 2. هذا جاب لي هذا رقم 2 بيجيب لي طبعا 3 اوت اوف رينج رقم 2، انا بالغلط كتبت 3 لأني أيوة بجيب لي رقم ثلاثة، هذا اللي هو الاندكس الاثنين. طيب شو ظل؟ جيب لي العنصر. أوكي. لو جيب لي كل العناصر، طبعا هون لو حكيت له جيب لي العنصر واحد بجيب لي اياهم 1 2 3، هذا رقم واحد. أيوة نأخذ السلايد هذا ونوقف لأنه بعديه الميوتابل. الميوتابل هذا السؤال على اللي كتبته آخر شيء. طيب شو السؤال؟ تفضل. نرجع على السبايدر يا مين اللي معي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن شو سؤالك بسرعة؟ لو حطينا ماي ليست من بين قوسين 1 و2، لو حطينا يعني بعد الواحد 8 2، وبدنا نطبع مثلا مش العدد 2 من الليستة هاي، لا بدنا نطبع من عند 2 لحد ما يخلص هيك يعني؟ لا مش انت قبل شوي كنت حاط قوسين 1 و2 عشان يطلع لك رقم 2 بالنص. هيك. هسه لو حطينا نقطتين راسيتين وبدنا اياه يطلع للاخر، شو كيف نعمل؟ لو كانت المجموعه مثلا اكبر من هيك وبدنا اياه لا هذا سؤال ثاني خارجي، يعني في عندنا كمان عناصر قصدك انت هون. بالضبط. 7 و هي هيك 7 ايش بعطيني هاي 8 و7. فبدنا احنا من العنصر الاول، هذا العنصر الاول كله بيحكي زميلكم بدنا احنا من عند مثلا 2 إلى -1 صح؟ ايوه ماينس 1 طبعا السبعه ما راح تنطبع 0 1 2 فراح يطبع هاي وهاي، هيك احنا متوقعين راح يطبع 3 و8 ماينس 1 نوت انكلودد صح؟ للاخير هيك بيطبع لنا الثلاثه والثمانيه والسبعه. فاذا هاي السلايسنج صح؟ سلايسنج مع الاندكس. فبدكم تنبهوا لأوامر السجة. تفضل دكتور. هسا إذا بدي يطبع أكثر من أعداد الليستة الموجودة باللستة، مثلاً الليستة فيها هون 3 يطبع، بدي أعطي أمر يعطي 5 يطبع 5، هون بيعطي إيرور صح؟ هون اسمه ران تايم إيرور، هذا ران تايم إيرور. خلينا نطبق مثال اللي حكت عنه زميلتكم. خلينا نأخذ هيك لستة سنجل مش لستة فيها دمج. هاي كم عنصر فيها يا سجى؟ 1 2 3 4 5 صح؟ الآن لو حكيت له بدي أنا العناصر من أول عنصر إلى طبعا أول عنصر كم ترتيبه 0 إلى رقم مثلا 6. في عنصر رقم 6 هذا 0 1 2 3 4 5 و 6 ما في، فراح يعطيني أيوة هون. لاحظوا ما كمل للأخير، وقف. يعني هاي هون الأوتبوت غريبة، ما كمل للأخير. لو جيت أنا حكيت له بدي أنا العنصر دقيق. طيب بحكي إنه أي عنصر باللستة بتقدر تغيره، هاي الفكرة الأولى. والسترينج بتقدرش تغير أي عنصر جواته، فمضطر إنك السترينج تحوله للستة وتغير زي ما غيرنا الـ L S، وبعدين إذا في join راح نأخذه بنهاية الشابتر. الليستة كمان مرة برد ركز عليها، بقول هي عبارة عن two square bracket. السترينج بتم وضعها بين single quotation أو double quotation. الاندكسينج رجع من ذكرين الاندكسينج، ظهرت معنا هناك
لما خاطبنا العنصر الثاني وغيرنا ال الى اس، هون الان بيحكي بيقول في عندي لسته بها اربع عناصر، العنصر رقم 0 اللي هو 1، العنصر رقم اي 1 2 3، ففيها اربع عناصر. هاي الاندكس لهم 0 1 2 3، هذا اسمه اندكس فورورد الى الامام. في اندكس باكورد، الباكورد ما ببلش من ناقص 0، ببلش من ناقص 1، انتبهوا. فانا لما اقول له بدي العنصر ناقص 1 راح يجيب لي هذا العنصر، العنصر ناقص 2 هذا، وهكذا. طبعا اذا كانت الليسته فيها مئات او الاف العناصر بدي اخر عنصرين بقول له ناقص 1 وناقص 2. لاحظوا هون، جيب لي العنصر رقم 1 راح يجيب الاي، لانه ما جابش الواحد راح يجيب هذا الزيرو. لو قلت له زيرو، جيب لي العنصر من الى 3 فراح يجيب لي 0 1 2 3 not included، من اول شيء الى 3، من اول شيء الى 3، اول واحد اللي هو الواحد، بعدين الـ A، بعدين الثلاث، الـ 2 ما جابهاش لأنها الثلاثة not included. دائماً بالبايثون الرينج الأخير غير ما برجع not included. Not included. الآن اطبع لي هاي كويس، هاي ممتازة، اطبع لي العنصر رقم 1 من الليستة هاي، هذا إندكس صح؟ هذا إندكس، اطبع لي العنصر رقم 1 0 1 رح يطبع 2، فواضح ليش طبع 2؟ مش جمع 1 زائد 1 يساوي 2، لا، بيجي جيب لي العنصر اللي الاندكس له 1، هذا العنصر اللي الاندكس له 1، هذا هو العنصر اللي له الاندكس 1، ها فبيجي. هي عبارة عن لستة مش معرفة، عرفها في جملة برنت وبقول جيب لي العنصر رقم 1. نفس الاشي، عنصر 2 3، بس العنصر الثاني هو عبارة عن مجموعة صب لستة داخل لستة. الآن بحكي له أنا جيب لي من اللستة هاي العنصر رقم 1 اللي هو هذا العنصر رقم 1 كله، بس جيب لي أول واحدة فيه. أيوة. الآن خلينا نأخذ هذا الأمر أول شيء ونعمل له print هون مباشرة print، ونيجي نشيل هذول كلهن، لازم نفهم شوي لأنه سلايد مش واضح. الآن لو حكيت له run راح يحكي لي وين هاللستة. خلينا نجيب نعرف اللستة، صحيح نعرف اللستة، ونعمل clear للكونسول مرة ثانية وهاي run، فبيجيب لي العنصر هذا، جيب لي العنصر رقم 0 من الاليمنتس الاول، هذا الاليمنتس الاول كله جيب لي 0. طب لو قلت له جيب لي رقم 1 1 1 بيجيب لي رقم 2، هذا جاب لي هذا رقم 2 بيجيب لي طبعا 3 اوت اوف رينج، رقم 2 انا بالغلط كتبت 3 لاني ايوه بيجيب لي رقم 3 هذا اللي هو الاندكس 2. طيب شو ظل؟ جيب لي العنصر، اوكي لو جيب لي كل العناصر، طبعا هون لو حكيت له جيب لي العنصر واحد بيجيب لي اياه 1 2 3، هذا رقم 1. ايوه ناخذ السلايد هذا ونوقف لانه بعديه الميوتابل. الميوتابل هذا السؤال على اللي كتبته اخر شيء. طيب شو السؤال؟ تفضل. نرجع على السبايدر، يا مين اللي معي؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن شو سؤالك بسرعه؟ لو حطينا ماي ليست من بين قوسين 1 و2، لو حطينا يعني بعد الواحد 8 2 وبدنا نطبع مثلا مش العدد 2 من الليسته هاي، لا بدنا نطبع من عند الاثنين لحد ما يخلص هيك يعني؟ لا مش انت قبل شوي كنت حاط قوسين 1 و2 عشان يطلع لك رقم 2 بالنص. هيك. هسه لو حطينا نقطتين راسيتين وبدنا اياه يطلع للاخر، شو كيف نعمل؟ لو كانت المجموعه مثلا اكبر من هيك وبدنا اياه لا هذا سؤال ثاني خارجي، يعني في عندنا كمان عناصر قصدك انت هون. بالضبط. 7 و هي هيك 7 ايش بعطيني هاي 8 و7، فبدنا احنا من العنصر الاول، هذا العنصر الاول كله بيحكي زميلكم، بدنا احنا من عند مثلا 2 الى ماينس 1 صح؟ ايوه ماينس 1 طبعا السبعه ما راح تنطبع، 0 1 2 فراح يطبع هاي وهاي، هيك احنا متوقعين راح يطبع 3 و8
minus 1 not included صح؟ للأخير هيك بطبع عنا الثلاثي والثماني والسبعة. فإذا هاي السلايسنج صح؟ سلايسنج مع الاندكس. فبتكون تنبهوا لأوامر السجل. تفضل دكتور. هسا إذا بدي يطبع أكثر من أعداد الليستة الموجودة في الليستة، مثلا الليستة فيها هون ثلاث يطبع، بدي أعطيه أمر يعطي خمس يطبع خمسة، هون بيعطي إيرور صح؟ هنا اسمه ران تايم إيرور. هذا ران تايم إيرور. خلينا نطبق مثال اللي حكت عنه زميلتكم. خلينا نأخذ هيك لستة سينجل مش لستة فيها دمج. هاي كم عنصر فيها يا سجى؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة صح؟ الآن لو حكيت له بدي أنا العناصر من أول عنصر إلى طبعا أول عنصر كم ترتيبه؟ صفر إلى رقم مثلا ستة. في عنصر رقم ستة هذا زيرو، 1 2 3 4 5 و 6 ما في، فراح يعطيني أيوة. هون لاحظوا لاحظوا ما كمل للأخير، وقف يعني. هاي هون الأوتبوت غريبة، ما كمل للأخير. لو جيت أنا حكيت له بدي أنا العنصر دقيقة، لستة عمل الفور لوب اللي بتعمل إتريشنز لكل العناصر. طالما في عنصر باللستة ظلك لف وطبعهم، بطبعهم جنب بعضهم، بس مشان يوضح لنا فكرة الفور لوب هاي. يعني لو إجينا طبقناها بشكل سريع، لو إجينا حكينا لو هاي في عندي لستة، مثلاً اللستة خلينا نختصر اسمها مثلاً X، وهون حكيت له print I، print I، بس خليني أنا أنفذ for I in X. طالما في عنصر في X كون هون، خلينا نجيب البرنت لهون، اطبع لي إياه. طبعاً راح يطبعهم، بس راح يطبعهم تحتي بعض. هاي رن 1 2 3 8 7. كيف تطبعهم جنب بعضهم؟ نستخدم هاي الجملة إذا متذكرينها، الإند ويساوي هيك. وكيف كتبها؟ في بعد اليساوي كمان في فراغ، عامل فراغ عشان ما يكون مش ملزقات بجنب بعض. لو بدون فراغ بيلزقوا بجنب بعضهم كانهم رقم واحد. طيب عمل فراغ بيصير في فترة بيناتهم. فهاي الجملة الثانية للطباعة بتلزق بجنب الجملة الأولى. هاي أنت بقولها محتاجة كثير بعمليات الطباعة، مشان احنا نقدم للاند يوزر كمبرمجين شكل الاوتبوت اللي مطلوب مننا. فهذا اخر مثال راح ناخذه اليوم. الان بدنا نعطيكم واجب اذا فيش تساؤلات. خلينا الان السؤال كالتالي، انا كيف بدي اعمل ملف والملف هذا يقرا من الديسكتوب؟ هاي عندي ملف جديد، بدي اكبر الشاشه، بدي اسميه مثلا ريد فايل، ريد فايل دوت بايثون، دوت بايثون. هاي اسم الملف، مش فايل 1 وانتايتل 1 وانتايتل 2. سيف از على الديسكتوب بسميها، بسميه على الديسكتوب بسميه فايل 1. برجع لهون، هاي اسمه فايل 1، هاي الملف. انا جويت السبايدر الان، هيني بدي اصغر الشاشه، جويت السبايدر. الحركات ضروري يفهمها كل مبرمج، يعني هاي احنا متوقعين انه الكل بيعرف يبرمج والكل طبق هاي البرامج. الآن البرنامج فيهوش ولا إشي حتى يتنفذ، بس أنا في عندي بجنبها، في عندي بجنبه ملف CS111. وين هو الملف CS111؟ ملف CS111 هاي بجنبه، والملف هيو على الديسكتوب. بعمل أول إشي مثلاً FD object يساوي open للملف اللي هو، والملف هذا بدي أقرأه للقراءة. الآن هون cs111.txt. خلينا نكبر الشاشة شوي نشوف شو اللي كتبناه هون. هاي هوم cs111.txtr. بفتح الملف هون fd.close بين قوسين بسكر الملف. هاي الأوامر طبعا كان زميلتكم شوي مخربطة فيها. الآن run ما أعطاني مشكلة،
فتح الملف وسكره. بدي أقرأ المعلومات، بدي أقرأها مثلا ب S ويساوي fd.read بين قوسين، اقرأ لي كل المعلومات اللي بالملف. طب كيف بدي أطبعهم؟ print لل S run. هاي قرأ لي كل المعلومات سطر 2 3 4 كلياتهم قرأهم وخزن وروح. قرأ المعلومات اللي موجودهم. أول شيء تأكدت إنه ملفي صحيح، سميته readme أو read file، حطيته هون على الديسكتوب. من السبايدر رحت عملت open، رحت أنا عملت read وطبعت اللي قرأته وعملت close للملف عشان ما يظل فاتح بالميموري. هاي هي الفكرة من قراءة الملفات، فطبقيها وارجع إلى الشابتر.